طيب انا بصوا هيبدا يغلي كده غلوه. انا هنا هجهز المربى. المربى خلينا ننزل مقادير مربى المشمش. ايه هي عباره عن ايه؟ طيب لو عندي للكيلو فاكهه يعني الكيلو مشمش عندي عليه نص كيلو سكر، انا مش هزود السكر عشان انا هنا ضايفه معلقه كبيره من عسل الجلوكوز، ودي اختياريه وليست اجباريه، ولكن لو حضراتكم مش عايزين تضيفوها هتحطوا. انا يعني بحب المربى تبقى من ال 500 لل 700 في حاله الفاكهه اللي سكرها قليل قوي، لكن في فواكه اخرى سكرها بيبقى عالي زي التين زي المانجا زي الاناناس، ما بحبش اوصل لنص كيلو، بحط 400 جرام وبتبقى رائعه. طيب انا عندي كيلو مشمش 500 جرام سكر، معلقه كبيره من عسل الجلوكوز، عصير ليمون، وفي المربى مش محتاجه احط ملح ليمون، هتقعد معاكم لفتره ما شاء الله فوق الست سبع شهور مش هيجرى لها حاجه ما دمنا هنلتزم بالمعايير المظبوطه. انا هبدا هنا مع المربى، هحط كالاتي في حاجه من الاثنين، هو مش ده بتاع المربى، هي دي بتاعه المربى، انا عرفت على طول. حاجه من الاثنين، اما ان انا هحط السكر على المشمش وهسيبه من بالليل لتاني يوم يفرز الميه بتاعته وتبدا يتفاعل الفاكهه دي مع السكر فيسرد ميته فاخده احطه على طول واسويه، او حضراتكم لو مستعجلين زي حالاتي كده هتعملوه بالطريقه دي. انا طبعا بعد ما غسلنا المشمش وفضينا النوى ووزناها، طيب هحط كده كميه من المشمش، انا عايزه احط كده شويه حلوين مش عايزه اكتر، دول كفايه، وخليني احط في العصير المركز شويه اكتر، في واحده هربانه هنا. طيب وهحط السكر، بسم الله بسم الله كده، لان دول على الكيلو وانا ما خدتش الكيلو كله. طيب هنقلب بقى تقليبه حلوه كده، وبعدين هضيف نقطه من عصير الليمون، بحب احطها في الاول الحقيقه، معلقة كبيرة بس خلاص. وعندي هنا نقطة حوالي ربع كوباية من المية بس، وهقلب بقى كده تقليبة حلوة، وهسيب الايه الفاكهة دي ههدي النار شوية. خلوا بالكم المربى محتاجة ايه شوية النار تبقى مش عالية قوي، تبقى عالية في الأول لكن بعد كده بنهدي نار علشان تظبط معانا. هيحصل بقى تفاعل دلوقتي للسكر اللي احنا حطيناه مع الفاكهه دي اللي هي المشمش، هتبدا بقى تغلي وتفور وتعمل زي الفوم الابيض كده، احنا هنبدا نتخلص منه شويه شويه. بجيب بقى بوله بحط فيها كده شويه ميه جنبي وابدا ايه اشيل من على الوش، ودي من العلامات اللي بتبين تسويه المربى، افضل اشيل من الريم الابيض ده لحد ما يبان يختفي تماما. إذا أنا بدأت أدخل على تسوية المربى، كده المربى دخلت في التسوية. بصوا بقى هنا المشمش بدأ خلاص يطرى، هاخده بقى هنا كده في المرحلة دي، هروح عند الخلاط بالمية اللي معاه وهاخد لوش، شيل دي، وهاخد كده، هحتاج اللوش بعد إذنك يا مصطفى، كده هاجي هنا عند الخلاط هياخد الكمية بقى اللي احنا عملناها. تسلم ايدك يا مصطفى، شكرا. كده هنحط بقى المشمش ده، طبعا نقدر وهو هنا كده في الحلة بالهاند بلندر، بس انا هضربه في الخلاط عشان مش كل الناس عندها الهاند بلندر يعني. كده وهنبدأ نسوي كده، احنا بنعمل العصير المركز بتاع قمر الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو شويه الميه اللي احنا ضفناها هبدا اخلطهم مع بعض. بسم الله، في الحالة دي هحتاج مصفى، هحتاج مصفى لازم اصفيه، هرجع اصفيه في بولة هنا، هحتاج المصفى. عايزين المصفى يا مصطفى، لازم اصفيه
في ناس ممكن تعمله من غير ما تصفيه، مفيش مشكله، بس انا يعني بحب يبقى صافي مفيهوش اي شوائب خالص، وده بيبقى الطف يعني. طيب بعد ما هصفيه هنبدا نرجعه بقى على النار ونشوف هنضيف له ايه. انا المرحله دي قبل ما اخلطه كده، بعد ما المشمش يستوي عن كده كتير شويه، اللي عايز يخزنه تسلم ايدك، اللي عايز يخزنه هيبدا يسيبه يستوي عن كده شويه في شويه الميه دول، وهيضيف له شويه سكر، حوالي نص كوبايه سكر، نص كوبايه سكر، ويغلي غلوه ويبقى طري معانا واستوى. في طريقتين للتخزين، اما هضربه زي ما حضراتكم شفتوني كده وعلى طول احطه في اكياس واسيبه لما يهدى وبعدين ادخله الفريزر، او هسيبه زي ما هو فيه لسه شويه حبات الفاكهه بتاعته. دي طريقه تانية. يبقى احنا كده اتكلمنا حتى لو حابين تخزنوه بالطريقه دي. بصوا انا بصفي هنا علشان انا هاخده لسه تاني على النار. بسم الله، اهو ريحه روعه. طبعا المشمش الطبيعي مفيش اجمل واحلى منه بصراحه. على فكره تقدروا تعملوا ده من المانجا، تقدروا تعملوا ده من الخوخ، كل انواع الفاكهه اللي حضراتكم تتخيلوها تقدروا تعملوا بيها بالطريقه دي اللفائف. دلوقتي انتوا لاحظتوا ان في السوق، بصوا بقى انا شلت الشوائب ليه؟ عشان القشور دي انا يعني ما احبش استطعمها الحقيقه في العصير ابدا. طيب ادينا كده ايه صفيناه تمام، وهنزل كده اهو زي ما حضراتكم شايفين، وبعدين هاخد كده ارجع في الحله تاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الخليط ده على ايه؟ الحله. مره تانيه اهو، واخدها بقى على النار. شايفين هو لونه فاتح، هيغمق بقى ويوصل للمرحله اللي حضراتكم عارفينها، بس هو بياخد شويه تسويه شويه. والحقيقه مهم قوي ان احنا نتابع التسويه طول الوقت، يعني ما ينفعش نسيبه. بسم الله، هنرجعه تاني هنا على النار. بصوا هنا المربى كمان بدات تغلي ازاي معانا، اهي شايفين اهو. انا ما بحبش الحقيقه اقطع الفاكهه يعني اصغر من كده، لانه بحب اعمل طرطات تبقى الفاكهه باينه، لكن لو حابين ماشي. اللي مش بيحب القطع ممكن تتغلي وممكن تبقى بيوري يضربوها في الكبه او في الخلاط. معانا ام احمد، يا اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك. تسلم ايدك يا شمعظيم. يا رب يسلمك من كل شر. الحمد لله يا ام احمد، ربنا يبارك في عمرك. انا كنت عايز اسال، كنت سلقت كرنب حطيت في الميه لبن وسكر وملح، راجع اعمله هيشيط ما بيستويش، الورق الاقيه ني والرز مستوي خالص ومهري. اعمل ايه؟ انا عامله كذا كيس، يعني عامله كذا كيس بنفس الطريقه المسلوقه دي. طب بقول لك ايه، ما تعمليه يعني ما تستفيدي منه مخلل. انت ليه عملتي له لبن؟ ليه حطيتي له لبن؟ والله واحده عرضت عليا، انا عمري ما بشيله كده، انا بشيله في ميه وملح وخلاص وكمون. هو ده احسن حاجه طبعا للكرنب. وبعدين حتى لما جينا بنعمل الوصفه دي، حتى لو سقيناه لبن زي ما ناس كتير برضو فكرت، كان بيشيط منهم حرام. هو بيطلع طعمه كويس. لبن انا حطيته وانا بسلقه لبن، ميه لبن وسكر. وسكر طبعا. لا يعني هو طبعا خلاه الورقه ما تستويش نسبه كبيره. أيوة. هي عايزه تحفظه. مفيش قدامك انك تستخدميه مش محشي، يعني ما تحطيهوش في المحشي، حطيه في المخلل مثلا، استفيدي منه في اي وصفه تانية. ده انا عامله 5 كرنبات. يا ما شاء الله. طب اقول لك على حاجه، انت حاطاه في الفريزر بقالك قد ايه يا ام احمد؟ لا من قبل رمضان. طب الكرنب اللي هو بتاع الشتا الحلو ده. طب هقول لك على حاجه، جربي كده في كيس بعد رمضان، جربي طلعيه الفريزر، بيتخلي الورق يطرى شويه، يعني تخزينه في الفريزر هيطري الورق معاكي شويه. يا اما تديله نص سلقه تانيه في ميه وكمون بس، ما يجراش حاجه. سخني ميه بتغلي على النار، حطي فيها رشه كمون حب، ونزلي الورق كده وانت ماسكاه بالمقصوصه او حاجه لو انت مقطعاه، نزليه ياخد بعد ما الميه تغلي، نزليه ياخد غلوتين، هيظبط معاكي ما تخافيش. بس بلاش تعملي كده بقى تاني خلاص، يعني هي الفكره كلها انه كل واحد تجربته اكيد مختلفه، واكيد في حاجه حصلت ما كانتش مظبوطه في الوصفه. لان انا كده حطيت العسل الجلوكوز وحطيت السكر، وسايبه اخر حاجه مش هضيف دلوقتي ملح الليمون لان ده ماده الحافظه. خلاص هبدا بقى اقلب فيه كده واسيبه على النار لحد ما يتكاثف العصير ده ويغمق سنه ويبدا ياثر. هنا بصوا المربى بدات تبقى عامله ازاي،
بدأ بقى ايه تفاعل السكر مع الفاكهة زي ما حضرتك. وشوفوا سردت مية، انا حطيت ربع كوباية ما كملتش. شوف بقى الفاكهة نفسها المشمش نزل المية بتاعته. هبدأ في البولة اللي قلت لحضراتكم فيها شوية مية، هاخد كده باللوش ألم الايه الأبيض ده. الأبيض ده بقى لازم شوية شوية أشيله، ليه؟ لأنه ده من لو أنا سبته يفسد المربى، يعني يخلي عمرها قصير. تمام؟ طيب هاخد كده أشيل دول هنا، هاخد المشمشية دي بس. طيب إيه تاني يفسد المربى؟ إذا أنا بعد ما عملتها كده مع حضراتكم وأنا بحطها في البرطمان كان مش معقم. لازم نعقم البرطمان. طب اعقمه ازاي؟ الناس اللي عندها طبعا غسالات اطباق بتحطه في الغساله مفيش مشكله. طب الناس اللي ما عندهاش حله زي دي على النار بس تكون كبيره، وهجيب البرطمان زي كده، هنزل البرطمان كله اغمره جوه الميه تبقى الميه مغطياه، وهسيبه لمده حوالي 40 دقيقه في ميه بتغلي، واحط بينهم فوطة مطبخ نظيفه تتحط كده بين البرطمانات عشان ما يخبطوش في بعض يكسروا بعض ويشرخوا بعض. ولازم البرطمان يكون معرض للحراره، يعني ينفع يدخل في حراره عاليه، يكون بايركس ما يكونش لا قدر الله يفرقع ولا حاجه. بالغطا بتاعهم لو هو مستقل الغطا عنه هتحطوا الغطيان معاهم برده يتعقموا هم كمان. وبعد ما تعدي ال 40 دقيقه بنمسك ملقاط كده او حاجه نشيله على فوطه نظيفه تماما ونطلعه على الرخامه، نسيبه لما يجف تماما ما يبقاش فيه ولا نقطة مية. تمام؟ كده احنا عقمنا البرطمانات. قبل ما أعمل أي حاجة أنا هنا هقلب كده لحد ما حضراتكم هستسمحكم في استراحة. خلص الشوط الأول وبنستعد للشوط الثاني في انتظار حضراتكم بعد الاستراحة، ونستكمل وصفاتنا في انتظاركم.